اليوم على السوشيال ميديا شفنا عدد من المشاهير والمؤثرين اختاروا اطلالات تقليديه بتتناسب مع اجواء احتفالات اليوم الوطني او عفوا يوم التاسيس. وبما انه كل منطقه بالمملكه العربيه السعوديه ليها زي معين فتنوعت الازياء بشكل كبير وكل واحد اختار منطقه معينه. فمثلا ميلا الزهراني نشرت صوره بالزي التراثي لزهران، والانفلونسر السعوديه تمار القباني نشرت مجموعه صور لها باكثر من زي تقليدي مستوحى من ازياء اهل الجنوب. أما عبير سندر فنشرت صورها باللوك حجازي باللون الأبيض، وكمان المؤثرة السعودية لمى العقيل نشرت صور بزي حجازي لونه أحمر. وقبل منها عبير كانت نشرت فيديو بتظهر فيه بزي تقليدي مختلف وهي بتصب القهوة العربية. وبالمقابل نجود الرميحي نشرت صورها من فوتو سيشن من مجلة هاربرز بازار بتظهر فيهم بعدد من أزياء التقليدية المستوحاة من قرون مختلفة من تاريخ المملكة من تصميم أروى العامري. وكمان وعد التركي سارة الودعاني وأميروكو وشروق أيمن نشروا صورهم بالأزياء السعودية التقليدية، واليوتيوبر عبدالله جميل اختار زي تقليدي مستوحى من لبس أهل مكة. وعد شفناهم بزي تقليدي من خلال الفيديو اللي شاركته على صفحتها على إنستغرام. طبعاً لسه في مشاهير وناس كثير اختاروا إطلالات التقليدية ونشروا الصور في حساباتهم تحت هاشتاج لبسنا يوم بدأنا. يعني عارف يا مهند أنا عجبني قوي قوي في الموضوع إن كل منطقة ليها زي مختلف وكل زي صراحة أحلى من المنطقة الثانية بصراحة. طبعاً المملكة العربية السعودية قارة يعني كبيرة، ومع تنوع يعني مناطقها يختلف الزي التراثي. صحيح. طبعاً في فيديو كمان انتشر اليوم لمسيرة الأزياء لكل مناطق المملكة بيوم التأسيس في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، ومنشوف إنه كل زي له خصوصيته وجماليته. نحن قابلنا المصمم السعودية هنيدة الصيرفي اللي خبرتنا عن أهمية الأزياء التقليدية. الأزياء ليها دور جداً مهم في إبراز المكانة الاجتماعية أو مكانة المملكة العربية السعودية لينا هنا وللعالم. أكيد طبعاً إحنا دورنا كمصممين أزياء أو أنا دوري كامرأة إنه أنا أمرر هذه الثقافة والحضارة من جيل إلى جيل. واختارت هنيدة الصرفي لمناسبة يوم التأسيس الزي الحجازي واللي نفذته بأسلوبها العصري مع الحفاظ على التاتش التقليدي. أنا مستوحية زي حقي من الزي الحجازي التقليدي. الزي طبعا الحجازي في من مناطق كتير مختلفة، لكن أنا اهتميت بالزي بالزبون، فهذا هو تعتبر عن تطوير للزبون بطريقة تناسب المرأة العصرية، لكن برضو محافظة فيه على التراث. يعني غيرت شوية في طريقة الطرحة، وضعت الأزارير الحجازية اللي أنا هذه عملتها فيها الختم السعودي للريال السعودي حقنا القديم. نفس الشيء اللون الأبيض، يعني هو اللي ليه دلالة على لبس الزبون. والمعروف أن كل منطقة في المملكة بتعكس تاريخها وتراثها من خلال الأزياء التقليدية المختلفة بين المناطق. الأزياء التقليدية والتراثية بتؤرخ الأزمنة على مر العصور. أكيد طبعاً الأزياء ليها دلالات كتير، من ضمنها المكانة الاجتماعية، المكانة الاقتصادية، الثقافة هي عبارة عن يعني مجمع كامل للشعوب المختلفة. كل منطقة وكل بلد ليها زيها المختلف. وبالرغم من الاختلاف بين زي المنطقة الوسطى الشمالية الجنوبية والمنطقة الشرقية، إلا أننا نقدر نقول أنه فيها تفاصيل مشتركة بالتصاميم البسيطة والألوان اللي بتعطيها طابع الأصالة. وأطلق هاشتاج خاص بيوم التأسيس لبسنا يوم بدينا، وفي جايد لاين بيسلط الضوء على زي كل منطقة، وكتير شاركوا بوستات لتصاميم مستوحاة من التراث بأسلوب شبابي حديث، وهو نفس الأسلوب اللي بتعتمده هنيدة. في أزيائي دائما أهتم أنه أوصل رسالة للمجتمع بأهمية التراث عندنا، فموجود عندي الأزارير الحجازية دائما تلاقيها بصمة حقت هنيدة، موجود عندي القفطان دائما تلاقيه برضو بصمة مميزة لكن بطريقة حديثة، بالبرنت اللي دائما بأعمله دائما برضو بأستوحيه برضو تلاقي فيه قصة أرويها عن المرأة وتمكين المرأة. أخذ الزي القديم وأقوم بتصميمه بطريقة حديثة. واليوم في يوم التأسيس الكل بيحتفل بهذه المناسبة الجميلة، وأنا فخور أن أكون جزء منها. لابس الزي الحجازي حقي بطريقة مودرن، قمت بتغيير بسيط فيه لكن محافظة على الأصالة والعراقة فيه.
كجزء من مهمة هنيدة لتعزيز الإبداع والتعبير عن حب الوطن في نفس الوقت. فهي كانت قدمت سابقاً مجموعة خاصة من رسومات أطفال الأولى بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. الآن في فرص كتير للشباب المصممين اللي هم طالعين إنهم يؤرخوا التاريخ السعودي بأزياء حديثة وجديدة. أصبح الآن ممكن إنهم يدمجوها مع تيشيرتات، يدمجوها مع جواكيت مثلاً، بومبر جاكيتس، مع قصات حديثة، لكن يحافظوا فيها على الأزياء التراثية القديمة، لأن هذه هويتنا، هذه بصمتنا، هذه جمالنا، وفي نفس الوقت إحنا جيل حديث، جيل يمثل الحاضر المستقبل اللي لازم نخلي الجزء ده مننا ما يضيع. أهم حاجة عندنا الهوية حقتنا محافظين عليها، لكن مع بصمة حداثية جميلة. واهتمام هنيدة وشغفها بإبراز الهوية السعودية من خلال أزيائها، قصة بدأت معاها من صغرها وهي دايما بتحرص أنها تنقلها لأولادها. أنا ومن وأنا صغيرة عندي شغف بالأزياء، دراستها، البحور حقتها المختلفة، مناطق المملكة كلها مقتنية عندي في البيت. مجموعة نادرة للفنانة صفية بن زقر فيها الأزياء السعودية للمرأة من جميع مناطق المملكة، واحدة منهم رسمة لوالدتي السيدة زهرة قطان، وزي ما قلت طبعا أختي أميمة كذلك هي عندها كولكشن خاص فيها. فإحنا كعائلة وكأسرة دائما بنحتفل بالمحافل الوطنية على مر العصور. من وأنا صغيرة كنت دائما أكون أمثل المملكة العربية السعودية في أكثر من محفل، وبزي مختلف من أزياء المملكة، مرة بزي المديني، مرة بزي الزبون، مرة بزي الطائفي. فكان لي أنشطة كتير والحمد لله ما زالت موجودة معايا، وأحملها الآن مني لبناتي لأولادي، إنه إحنا كلنا نحتفل بهذه المناسبات الوطنية.